سعد تفضل. السيد الرئيس، السيد الوزير، السادة المستشارون، وبعد، تتزايد الحاجة إلى الإرشاد الفلاحي لمواكبة الحاجة إلى استراتيجية فلاحية جديدة تنبني على الاكتفاء الذاتي من المواد الغذائية اعتبارا لما تعرفه هذه المواد من أزمة على الصعيد العالمي. وإذا كانت مراكز استثمار الفلاحي تتوفر على الحد الأدنى من الإمكانيات في هذا المجال، فإن مركز الأشغال الفلاحية المهتمة أساسا بأراضي البور تعرف عدة مشاكل، منها ضعف الموارد البشرية خاصة بعد المغادرة الطوعية لعدد من المهندسين والأطر الفلاحية، واتجاه عدد آخر نحو التقاعد، وكذلك عدم وضوح المهام المسندة لهذه المراكز وقلة إمكانياتها المادية. وبالنظر لشساعة المناطق المطلوب منها تغطيتها، وهو ما يفرض من جهة تدقيق مهام هذه المراكز وجعلها تسير متطلبات الاكتفاء الغذائي ومدها بالأطر اللازمة للقيام بمهامها من جهة أخرى، مع دعم التكوين والبحث الزراعي، خاصة أن عملية المغادرة الطوعية جعلت الوزارة تضيع في أزيد من 60 باحثا في مراكز البحث الزراعي، مما يطرح إشكالية التكوين والبحث الزراعي. فما هي خيارات الوزارة بخصوص دعم مراكز الأشغال الفلاحية خاصة والإرشاد الفلاحي بوجه عام؟ وكيف تتصرف وزارتكم سيد الوزير لتعويض النقص الحاصل في مجال التكوين والبحث بعد المغادرة الطوعية، وكذا تعويض المحالين على التقاعد العادي؟ شكرا سيد المستشار، الكلمة لكم سيد الوزير. كان سيد رئيس السادة المستشارون، احنا واعيين جيدا بان هذه المراكز اللي كتشكل واحد الامتداد متميز ديال الوزارة على الصعيد المحلي يمكنها ان تلعب دورا هاما على مستوى تفعيل السياسة الفلاحية التي تنهجها الوزارة، ويكون واحد التفعيل اللي هو يعني اكثر بكثير مما كتقوم به الان، ولتمكينها بالقيام بهذه المهام لابد من اتخاذ عدة اجراءات وتدابير مواكبة على المستوى المالي وتأهيل الموارد البشرية ومدها بوسائل العمل اللازمة. احنا متفقين معك السيد المستشار على هذا التقييم اللي قمت به. كما هو معلوم تم انجاز دراسة استراتيجية لإعادة هيكلة القطاع الفلاحي، خلصت إلى إعادة النظر في هياكل ديال تدخل الوزارة بما فيها المراكز ديال الأشغال ديال الفلاحية. ذلك أن هذه المراكز لم تعد تطلع بمهامها على الوجه المطلوب، بالنظر لعدة معيقات قانونية وإدارية والوصاية ديال عدة قطاعات والمالية وغياب يعني مداخل قارة واعتمادها كليا على الإعانات العمومية. ولتجاوز هذه الإشكالية نقترح الوضع التدريجي لهذه المراكز، رانا إشارة يعني الغرف الفلاحية وتحت وصايتها المباشرة وإسناد المهام التالية. أقول البعض منها، ماشي كلها، البعض من هذه السيتي غادي يمشيو يتبعوا يعني الغرف الفلاحية باش يكونوا هما ذاك الوسيلة باش يقدر الرئيس ديال الغرفة يتواصل مع الفلاحة ديالو، والبعض الآخر غادي يبقى تابع للمديريات اللي غادي تكون مديريات جهوية ديال الفلاحة، ما غتبقاش هي مديريات إقليمية، ولكن غادي يكون مدير جهوي شخصية كبيرة في سميتو اللي غادي يكونوا عنده يعني النواب ديالو على حسب الأقاليم. والمهام ديالها هو الوسيط بين الفاعلين المحليين العاملين في مجال التنمية الفلاحية، تتبع المواسم والأسواق، الإشراف على مشاريع التنمية الفلاحية اللي كتنجزها الغرف، وتكوين الفلاحين في مجال التقنيات الفلاحية الحديثة. وبخصوص الموارد البشرية، كتحرص الوزارة على مبدأ الاستمرارية ديال السير العادي ديال المرفق العام. حنا كنعرفوا بأنه هذا الشيء ديال السي تي إلا بقينا غاديين هكا في 2015 ما يبقى حتى شي واحد، كل شيء يعني كل عام كيمشيو لاوتريت ووصلوا لواحد المستوى أنه ما كنستثمروش، رغم أنه يعني في هذه راجعنا لهذ الخمسة السنوات الماضية تم تخصيص واحد 62 منصب مالي يعني باش يكونوا لي سي تي، ولكن من هذيك 1500 اللي بقى الان راه غادي يعني وغادي كتهبط لواحد المستوى باش توصل في 2015 2016 الى العدم. وهذا ما يمكن شيء، حنا في حاجه الى هاد المراكز ديال الاشغال اللي يمكن تكون عندها تشغيل يعني يمكن عندها تكون عندها واحد التسميه اخرى اللي هي مشاكل يعني مراكز ديال التنميه الفلاحيه في المستقبل وتلعب الدور ديالها. خصنا نزيدوهم الموارد البشريه، خصنا نعاونوهم، وخصنا كذلك نفتحوا يعني في اطار يمكن شي قانون اللي نجيبوه نقدموه للغرف ديالكم المحترمه باش
نديروا واحد القانون كذلك باش يكون واحد الانفتاح على القطاع الخاص، لانه حتى هاد الناس اللي كيجيو من بغاو يعطيو الكونساي ويعطيو هذا، واللي يمكن يجيو من القطاع الخاص ناخذوهم، واللي هما شريحه من المجتمع يعني من الاداره ديالنا وغادي يواكبونا، حتى هما يمكن لنا نتعاملوا فيهم. هذا يعني نافذه جد مهمه يعني بالنسبه للتواصل مع الفلاح، لانه هذا هو اليد الطويله لا ديال الغرف ولا ديال سميتو باش نوصلوا المعلومات للارشاد والارشاد الفلاحي للفلاحه. وحنا متفقين معك بانه الحاله الاتيه ما كتجاوبش مع المستويات اللي بغينا، ولكن نحن الا في بدايه ديال مخطط المغرب الاخضر، ونتمنى الخير ان شاء الله. شكرا سيد الوزير. لكم تعقيب سيد المستشار، تفضلوا. نشكركم على جوابكم الواضح بهذا الخصوص سيد الوزير، ولكن مثلا بجهه عبد الدكال على سبيل المثال، هناك مراكز فلاحيه لا تتوفر على مرشد فلاحي كما هو الحال بالنسبه للمركز الفلاحي بتولتاء ابو قدره، والذي يغطي ثلاث جماعات قرويه كبرى، وهي جماعه المراسله وجماعه سيدي تيجي وجماعه ابو قدره باقليم اسفي، الذي توفي به المرشد الفلاحي منذ شهر شتنبر، ولحد الان وللاسف الشديد لم يتم تعويضه، وهذا قد اثر سلبا على الفلاحين الصغار والمتوسطين الذين تعودوا على ارشاداته فيما يخص نوعيه البذور والادويه والاسمده ومراحلها عبر الموسم الفلاحي. نحن فريق التحالف الاشتراكي نؤكد لكم ان المرشد الفلاحي هو حلقة الوصل الرئيسية بين الفلاح والوزارة، بحيث ينقل مشاكل الفلاح وهمومه وحاجياته للوزارة، وينقل المقترحات الجديدة والآفاق المستقبلية لوزارتكم الى الفلاح عبر حملات تحسيسية ولقاءات الى غير ذلك من المجهودات التي يقوم بها المرشد. واذا اخذنا بعين الاعتبار ان المخطط الاخضر أخذ على عاتقه إعادة هيكلة وتأهيل هذه المراكز الإرشادية لمواجهة متطلبات تفعيل الشعب الفلاحية الجديدة التي يراهن عليها ضمن سلاسل الإنتاج كالمنتوجات التقليدية الغذائية التغوار، وبالخصوص في العالم القروي وفضاء المرأة المغربية على العموم، من خلال تشجيع التعاونيات والعمل الجمعوي بصفة عامة. وشكرا سيد الرئيس. شكرا سيد